اخواني اخواتي السلام عليكم. لقد جاء من احبه واعشقه. الثلوج يا اخوان عاد بدات كطيح، عاد بدات كطيح الثلوج هذه واحد شنو السابع هكاك. الحمد لله وشكرا لله. اللهم اسقي عبادك ما احلاه. عرفتي ملي كيكون الثلج ما نعاوش لكم الاخوان، ما نعاوش لكم صراحه داكشي رائع. الطوموبيل دو كيتغطاو بالثلج، يا سلام. انا هبطت من البيرو كيبان لي كلشي ابيض، كلشي عامر سنيده. والجو ما باردش، الجو ما باردش صراحه، ما باردش. وهذو هما الاجواء اللي انا كيعجبوني. ولكن المشكل هو سميتها دابا كاين الاخوان مساكن اللي كيجيو راه كاين مسكين ما كيصبرش على الثلج ثم يعود ادراجه الى البلاد طمعا في الشمس والحراره والبرونزاج. ايوا كل واحد وكل اللي كيبغيه. اما بالنسبه للاطفال، الاطفال الصغار كيحماقوا على 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 الثلوج. اوكي تبارك الله طاح الخير. ايا دونك الدوره كيكونوا شوفي يعني سخان، سميتها السياره كتكون سخونه، العمل كيكون سخون، لي سونتر كوميرسيو حتى هما كيكونوا سخان، يعني كلشي شوفي. كتكون لابس مزيان، الطوبيس حتى هو كيكون شوفي، المترو حتى هو كيكون شوفي، يعني لا عمرات كاع. يا له من منظر رائع، رائع جدا سبحان الله العظيم. دخلت البيرو ما كانش هادشي كاع، خرجت لقيت الدنيا كلها سنيده. ها انتم ما كتشوفوا vraiment vraiment c'est super. فهاد غير يكون لابس مزيان، سمعتوا يكون لابس مزيان وراه ما غيحسش ب ما يحش بالثلج، فهمتوني؟ وما يتمشاش بزاف، يعني السروال ديالو تحت يكون لابس هذاك اللي كاين في البلاد راه كيكون سخون، حتى هنا كيتباعو سخون. الجاكيطه تكون مزيانه انترميابل، يغطي راسو يغطي ودني، يدير دي كون لي كات في يديه، وراه كلشي غادي يدوز في امن الله وامان. واحد كلشي غادي يدوز مزيان بخير وعلى خير. اوكي شو هاد الحفيره هادي عمرت في الثلج. الله اكبر يا سلام. والدنيا خاويه، انتما كتشوفوا الدنيا خاويه. هذه تقريبا باش نمشي في الساعه اكزاكتومون دي 11:30 لو سوار، 11 ونص ديال الليل. الدنيا خاويه. انتما كتشوفوا ندوزو حدا السيارات. فالاخوان هذه البدايه ديال دونك باينه شي هذا العام غيكون الثلج قاصح لانه جا بكري شويه. دونك العام اللي فات حتى هو شويه قاصح. الانسان اللي ما كيحسش به هو الانسان اللي كيكون مشغول نهار كامل، يعني كيفيق الصباح كي سي فري كاين داك التعب ديال تنوض ديني شي طوموبيل، هذاك والو شارم ديال الحقيقه. اوكي تنوض بكري. الاخوان ديروا ديماراج اديستونس مزيان باش تخرج من الدار تلقى سخنات وتلقى داك طاح شويه ديال الثلج من البافريز. قلت لكم اللي ما كيحش فيه هو الانسان اللي كيكون مشغول شويه، كيخفيق في الصباح كيمشي للخدمه كيبقى تما في الخدمه، كيجي في العشيه كيدوز للدار، يعني ما يحش به. الذي يحس بهذا الثلج فريمون هو مسكين الله يحسن العوان اللي ما خدامش، فهمتيني؟ اللي ما خدامش ولا اللي خدام غير على برا، فهمتيني؟ هادو مساكن الله يحسن العوان كيحسوا به فريمون.
ولكن تبارك الله كيكونوا ايكيبي مزيان بيان ايكيبي، يكونوا عندهم لي بوط مزيانين فريمون سخان من الداخل اونتي دي راباج، كيكونوا لابسين لي كومبينيزون مزيانين. تبارك الله انا كنصور لكم هذه لان اول نهار دابا طاح فيه الثلج لو 2 نوفمبر 2020 عقلوا عليها مزيان، انا كنصور لكم الثلج اللي عاد كيطيح اليوم طاح في هذه الاشياء هذه. انا كنت خارج برا مع هذيك درت شي سخيره مع هذيك 6 بحال هكا كل سوار 6 و30 ما كانش هادشي، كاين 6 ما كانش هادشي تماما. وخرج دابا الحلا شونس تبارك الله شوفوا الليل خير. ها شحال ديال الثاني دابا مشيت هنا تبارك الله، وهادي واحد 20 جوغ بداو الناس كيصايبوا هاد الغطاء اللي كيديروا كيتسمى طومبون، كاين اللي كيكون شاريه كيمونطيه وكاين اللي كيكريه، كيكون ديالو هو كيمونطيه هو الراسو ولا كيكون ديالو وكيعيط للشركه او الناس اللي كيمونطيو هاد الطومبون. مزيان هو مزيان دابا ملي كيعمر الثلج مزيان كيعمر في هاد الباساج هنا غادي فيه كيدوزو بالليل هادوك لي ماشين صغار ديال دينيجمون ديال الباساج ديال لي بيتون هادا التروطوار ديالهم والشانطي هنا. يا سلام الاخوان يا سلام فريمون، ولا عقلتوا على الفيديوهات اللي درتهم العام اللي فات في الثلج كتلقاوني ديما كندور بالليل حيت تكون الدنيا خاوي فهمتي كيكون ثقيل ثقيل فريمون كتحس به. بالنسبه للحوايج الاخوان اللي غادي يجيو سبارا بي نجيو معكم الحوايج ديال الثلج لانه ما غاديش يخدموا لكم هنا مزيان، كاين هنايا مزيان حوايج ديال الثلج. ننصحكم تمشيو لعند ديكاتلون، ديكاتلون مزيانين، كاين واحد في بروسار هذاك اللي يسيروا ليه كبير، كاين بروسار ف سميتو هذاك مول ديال شامبلان مزيان هذوك كاتلون ديكاتلون عندهم الجاكيت زوينين صباب زوينين قشر زوينين سراو زوينين لي غوم مزيانين حوايج سبور عندهم مخيرين وثمن مناسب يعني رابور بري كاليتي مزيان. اما داكشي ديال البلاد راه ما ينفعكمش هنا فهمتي، غاتكرمو بالبرد هادشي اللي كاين. انا دابا كنهضر معاكم يعني كلشي سخان. وسيدي قلت لكم لو 2 نوفمبر، لو 2 نوفمبر الاخوان طاح الثلج اول نزول ديال الثلج لو 2 نوفمبر 2020 يمكن طاح ماشي 7 ولا 7 ونص باسكو انا كنت خارج على برا دخلت البيرو مع هذيك شكوا 7 اور ما كانش هادشي كاع. يوم 11 ونص الليل خرجت لقيت هاد العجب هذا اوكي. نخليكم خليكم مع المناظر الطبيعيه الجميله اوكي. هذا ان غران طومبون كبير ولكن خصو ديما في الخرجه ديال الطومبون خصو يدينيجي كيكون عندهم هذيك السوفلوز. هذيك السوفلوز اخترعها واحد السيد كان كيبيع سميتها كيبيع اللبن الحليب وكان كيلقى مشاكل في الطريق في الثلج هو يمشي خدا لو ميم سيستيم ديال بواسونوز مواسونوز اي باتوز خدا لو سيستيم ديالها ودار هذيك السوفلوز سميتو سيكار على المارون سيكار كان يسكن في لاس دو مونيال في سان ليونار والسكيدو راه اخترعهم سميتو بومباردي انا انجينير معروف بومباردي مرحبا بالثلج مرحبا 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 بألف مرحبا. سمحوا لي الاخوه اللي ما كيحملوش الثلج سمحوا لي بزاف ولكن ما عندي ما ندير
جات مناسبة طيبة وزوينة أن الثلج طاح، فما عندي ما ندير لكم. سمحوا لي يوسف، أنا كي ما كيبغيش الثلج وكيتشكى منه وكيبقى يكتب لي ديما كيقول لي علاش كتكذب على الناس، كتقول لهم الثلج زوين. واخويا أنا الثلج كيعجبني أو والأذواق لا تتناقش. خويا أنا كيعجبني الثلج، فهمتيني؟ واحد غيعجبو البحر، واحد ما يعجبوش البحر، واحد غيعجبو البرد، واحد ما غيعجبوش، واحد يبيعو الشمس، واحد ما غيعجبوش. أنا خويا كيعجبني الثلج، لأن كندا بلا ثلج تغيان ديتو. لو شعب ديال كندا هما لي في دي غابل اللي كيكونوا، اللي وريتهم لكم ديك النهار، كيكونوا يأذنون بدخول الخريف. هذاك زوين، هو سان غون شارم ديال كندا، وكذلك تولوج. اوكي ايوا الاخوان، نتمنى ان هاد المناظر الجميله عجبتكم. شوف راه بوحدي كنهضر، ما هي بيرسون وي، يا بيرسون ابسوليمون بيرسون سوف ا او بي كندا ان تران دو فيلمي ها les premières heures ديال الثلج. والاخوان تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.